تظاهر ناشطون في العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتشد المتظاهرون خارج البيت الأبيض مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل على وقف الحرب. نعم فاطمة، كل ذلك يأتي فيما شهدت بريطانيا مظاهرات كبرى في شوارع لندن للضغط على الحكومة والأحزاب السياسية من أجل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. شعوب العالم ما زالت تنتفض نصرة لغزة، يدفعها الغضب تجاه استمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. العديد من مدن العالم شهدت مظاهرات حاشدة دعما لقطاع غزة وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين ومطالبة بوقف العدوان على القطاع. ففي العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهر الآلاف أمام البيت الأبيض بمناسبة مرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني في غزة، مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل على وقف الحرب في القطاع. العاصمة البريطانية لندن بدورها شهدت مسيرة وطنية كبرى تحت عنوان أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وأوقفوا تسليح الاحتلال الإسرائيلي. وتعد هذه المسيرة الوطنية 15 التي تجوب شوارع لندن للمطالبة بوقف العدوان، حيث يسعى المتظاهرون للضغط على الحكومة والأحزاب السياسية التي تخوض حملة انتخابات شرسة من أجل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. أعتقد أن نهاية هذه الحرب على غزة هي التطهير العرقي للمدينة، ومن المؤكد أنهم يريدون احتلال الأرض وبناء ممتلكات جديدة واستعمار المدينة، وهذا هو هدفهم النهائي. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر ناشطون للمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن القطاع، كما ندد المتظاهرون بإفلات إسرائيل من العقاب رغم المجازر الموثقة بحق المدنيين. كما شهدت مدن في إيطاليا والسويد والدنمارك وسويسرا مظاهرات مماثلة تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني تجاه ما يكابده من تبعات العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وما هذه المظاهرات إلا غيظ من فيض للتدليل على حالة الغضب الشديد تجاه جرائم الصهاينة وللضغط على الحكومات لوقف هذه المحرقة المتواصلة.